يبين الشكل العلاقة بين طاقة الربط بنيوكلون وعدد النيوكليونات لبعض النواة مستعينا بالشكل أجب عما يأتي. قارن طاقة الربط لكل نيوكليون للنواة الناتجة من الانشطار بطاقة الربط لكل نيوكليون للنواة الأصلية. أولا، طاقة الربط للنواة الناتجة أكبر من طاقة الربط للنواة الأصلية، لأنه بعد الانشطار تكون النواة أكثر استقرارا. قارن بين طاقة الربط لكل نيوكليون للنواة الناتجة من الاندماج بالنواة الأصلية. طاقة الربط لكل نيوكليون للقوى الناتجة عن الاندماج أكبر من طاقة الربط لكل نيوكليون للقوى الأصلية، لأنه بعد الاندماج أيضا يكون استقرار الأنوية أكبر. تفاعل الاندماج عكس تفاعل الانشطار، فكيف تفسر انبعاث طاقة في الحالتين؟ لأنه في الحالتين تكون طاقة الربط للنواة الناتجة أكبر من طاقة الربط للنواة الأصلية، وهذا يعني أن للنواة الناتجة كتلة أقل من الأصلية، أي في كلا التفاعلين يوجد نقص في الكتلة تتحول إلى طاقة. في أي التفاعلين تنبعث طاقة أكبر لكل نيوكليون في تفاعل الاندماج النووي؟ قدر الطاقة المنبعثة بالإلكترون فولت. إذا انقسمت نواة عددها الكتلي 200 إلى نواتين ذات عدد كتلي 100، يعني هذه الكتلة، هذه النواة عددها الكتلي 200 انقسمت إلى نواتين ذات عدد كتلي 100 زائد طاقة. الآن من الشكل فإن طاقة الربط لكل نيوكليون للنواة ذات العدد الذري الكتلي 200 كما نلاحظ عند هذه النقطة هي تقريبا 7.8 مليون إلكترون فولت. للنواة ذات العدد الكتلي 200 هي عبارة عن 7.8 مليون إلكترون فولت. الآن طاقة الربط لكل نيوكليون للنواة ذات العدد الكتلي 100 هي هنا، وتقريبا 8.6 العدد الكتلي 100، تقريبا 8.6 مليون إلكترون فولت. الآن باستخدام هذه المعادلة الأولى نحل أن كتلة النواة 200 مضروبة في عددها الكتلي مضروبة في الطاقة تساوي عدد الكتلي للنواة الناتجة ب مضروبة في عددها في طاقتها وهي 8.6 زائد أيضا الكتلة الثانية عددها الكتلي 100 مضروبة في طاقتها 8.6 زائد الطاقة. الآن 200 في 7.8 عبارة عن 1560، 100 في 8.6 860، أيضا هنا 860 زائد الطاقة 1560 تساوي 1720 زائد الطاقة. إذا الطاقة عبارة عن ناقص 160 مليون إلكترون فولت.